السلام عليكم. السلام عليكم. النهارده معايا سفيان كهربائي شايفين الفازه مشكلته انه كان بينزل الميه من فوق هنا. كان في زي نظام 6 بلف من فوق المحل نظام كهربائي باظ او في بيطلع عامل مشكله فوديته لل بتاع السخانات قال لي انا هحمولك من فوق وكده بعد كده قال لي انا بركب لك طبل زي ما انت شايفين تمام عشان وقت الفيديو طبل ما فقتش شايف الرولسي حط له رولسي ما استحملش السخانه بتاعت الميه فبينزل برضه ميه بعد كده تاني برضه نفس المشكله وعامل معايا مشكله تاني انه اللي الطبه بتاعت السخانه زادت السخانه وكده ما حدش يزود السخانه مفيش مشكله وال الهيتر هنا برضو بينزل ميه طبقتها حط انا بحاول افكها سيليكون ودول عاملين انا حطهم قبل كده مش بتوع السخان فبيلفوا معايا فاقطعهم واسيبه ينشف دلوقتي بالصاروخ وارجع لكم كده ثاني حليناها جميع المشاكل.